صباح الفل والياسمين يا روح قلبي. ايه ده ايه ده، بتقطع صوابعك ولا ايه؟ صباح الخير يا ماما. صباح الهنا يا نور عين ماما. قولي بقى، البرنسيسه مراتك يا حبيبي لسه نايمه ولا ايه؟ لا صحيت، هي مش عندكم؟ عندنا فين؟ قوم شوف مراتك راحت فين. هتروح فين يعني يا ماما؟ اكلمها في التليفون. هي اصلا خرجت من غير ما تقول لك يا ماما؟ زمانها هنا ولا هنا؟ هشوفها اهو. هنشوفها براحتك. ما بتردش. حبيبتي يا نهى، يا بنتي، يا حبيبتي، يا اخلاقك، ما كانتش تعتب باب الشقه غير لما تاخد الاذن من جوزها. عشان كده اتطلقت. عشان غبي، خبتي في عيالي وطيبتهم. ايه ياما، انت مفكراني من الغلابه؟ ده انا اسد الغابه. طب والله العظيم لقطم لك رقبتها اول ما تيجي. هي جت اهي، عايزه اسمع بقى السويت بوداني. انت كنت فين؟ وليه مش بتردي على التليفون؟ بس انا كنت عند الدكتور حامل. ايه؟ من مين؟ ايه ده؟ يعني ايه من مين؟ قصدي يعني احنا ما تلمناش على بعض، يعني حصل ازاي؟ فاكر لما النور قطع ورحنا ندور على الكشاف؟ افتكرت اليوم ده، هو اليوم دوت. يعني انت حامل؟ يا ما انت كريم يا رب. لا يا اخويا، لسه في مفاجأة تانية. ايه المفاجأة؟ مفاجأة كبيرة. ايه بقى؟ قولي لي. لا اتحايل عليا شوية. لا قولي والنبي. انا حامل في ولد. ولد؟ هتجيبي لي ولد؟ يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. يما مبروك مبروك. ايه المنظر ده؟ باركيلي يما، سمر حامل، هتجيب لك ولي العهد. ولي العهد؟ ايه، هتجيب لك حماده هلال ولا ايه؟ قال كده انت بس حماد. على مهلك يا حبيبي. امسكني يا ام محسن. على مهلك يا روح قلب محسن، اقعدي على مهلك بالراحه. بالراحه. اي 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 بالراحه. عشان وين؟ ايوه بس كده. انت ما تعمليش اي حاجه، هنعمل لك كل اللي نفسك فيه. ام محسن. يا عيون محسن. انا نفسي في محشي. ماما نفسها في محشي عشان يطلع لها بتنجانه في مناخيرها. اسالها عايزه محشي ورق عنب ولا كرام. ايه، عايزه محشي ورق عنب ولا كرنب؟ محسن. نعم. انا عايزاها تعمل كل المحشي وتحشيه وانا انقي. طب بص يا اما، اعملي كل الانواع وهي تنقي اللي نفسها فيه. حاضر يا روح امك، هحشي لك. يا ما انت كريم يا رب. اتفضلي يا ام الواد. يا ترى هتسموه ايه؟ هسميه منصور على اسم جده. روح الله يبارك لك يا ام منصور. وهو منصور ان شاء الله. بالك اول ما منصور يوصل بألف سلامه، انا هكتب له كام عماره من عماراتي، مش كده وبس؟ وهشغله معايا في المقاولات عشان نعمل انا وهو شركه كبيره. منصور وحفيده منصور، منصور وحفيده منصور، منصور وحفيده منصور، منصور وحفيده منصور. كلي 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 يا منصور. ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ مش عارفه، حاسه ان انا عايزه ارجف، مش عارفه ايه الريحه كده غامه عليا، مش قادره. ريحه ايه؟ ريحه المحشي، مش قادره. شيل المحشي ده من قدامها ودوه على المطبخ. يلا ودوه المطبخ. انت اتجننت يا دلوقتي؟ بقى انا قاعده طول النهار احشي في المحشي. بره ايه يا سلوى؟ انت اتهبلت في مخك ولا ايه؟ انت عايزه الواد يجرى له حاجه؟ وتقول له شيل المحشي، يبقى شيل المحشي. يلا يا بنت انتهي. انت وامك شيلوا المحشي ده من هنا، ابعدوه عنها خالص. حاضر حاضر. خلاص يا صبري، خلاص يا بنت، مفيش حاجه ان شاء الله. طيب انا هقوم بقى عشان عندي مواعين وشوية نظافة كده ومكوة، يعني وهمسك البيت كله كده اجيبهم فوق لتحت. أكبر غلط يا بنتي، أنت لازم الفترة دي راحة كاملة. ليه؟ ما عندناش حريم يقوموا بالعمايل دي ولا إيه؟ جرى إيه؟ جرى إيه يا سلوى؟ أنت مش سامعة ولا إيه؟ لا كده بقى مش هينفع. أنت بتعلي صوتك عليا يا ولية؟ قصدي مفيش جلانس عشان ألمع بيه الشقة عشان أخليها تبرق. تتصرفي، لازم الشقة دي تبرق. تبرق، انزلوا على شقة سمر دلوقتي وخليها تبرق، فاهمة؟ يلا خدي بنتك وتوكل على الله. حبيبتي يا ماما والله هتعبك معايا حبيبتي. بصي، انت ممكن تطلعي تعملي الصالة بره بالأوض، وانه هتاخد الحمامات بالكبانيه، وممكن تاخد معاها السل. طيب ما سمعتوش ولا ايه؟ لا 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 لا، ده انا كده كده ممكن ارتكب جريمة. لا لا، هدي نفسك بس. يلا يلا جروا، شيلوا المحشي على شقة صبغ. انتي ركزي معايا. يلا يلا انت وبنتك. حاضر يا حبيبي. يلا بلاش كلام، تبرق. هو من غير جلانس. حاضر. بنت بنت يا نو، بتعملي ايه؟ يلا بنت يلا. تبرق. حاضر يا باي. محسن. ايه يا حبيبتي؟ منصور عايز يخرج. هو اتكلم.
هتنعيشها؟ هتنعيشها يا صدي؟ يلا قوم خرج الواد. ايوه صح، من ابوه برضه. خرجه طبعا. يلا حبيبتي. يلا نخرج. ساعدني. على مهلك يا حبيبي. اه يا منصور. على مهلك. حبيبي. الراحة يا هلا. حبيبي يا منصور. على مهلك. على مهلك يا بنتي. يا رب. يا رب. أخيرا. هاكل لوحدي. يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ماما يا ماما يا ماما. حلت هاد. هو احنا هنفضل ننضف لها كده وهي تخرج وتتبسط؟ حق موضوع الحمل ده لا كان على البال ولا على الخاطر. يا اختي ده ابوكي اول مرة في حياته يشخط وينطر فيا بالشكل ده. هو احنا هنفضل في العذاب ده 9 شهور؟ لا، تروح عند امها. امها تشيلها، احنا هنخدمها بتاع ايه؟ ده على اساس بقى بابا هيسيبها تمشي. ما هجيب له الواد، امال ولي العقل. حوار الواد ده بقى مش داخل دماغي. عشان تعرف اذا كان ولد ولا بنت لازم تكون في الرابع او الخامس، يعني بطنها تبقى قدامها قد كده. انا الموضوع ده ازاي عدى عليا؟ ممكن كمان تكون حامل في بيت. ممكن ما تكونش حامل اصلا وبتعمل كده علشان يعني نهتم بيها وتلفت النظر. حق لو الموضوع ده طلع صحيح ازود عيشتها، اخليها اسود من قعر الحله كده. احنا ناخدها نوديها لدكتور ونتاكد بنفسنا. فكرك؟ ولو طلعت بقى حامل في بيت ابوكي ساعتها هيقفل القفله اللي هي ومش هيفتح تاني ابدا. شوف يا حبيبي، انا هزقك من هنا لحد اخر الشارع وانت تزقني من اخر الشارع لحد هنا. ماشي يا حبيب جدو؟ اتفقنا؟ عوض علي عوض الصابرين يا حاج. منصور يا منصور، ما انت لازم تحددي يا سلوى عايزه مين، منصور الصغير ولا منصور الكبير. بقول لك يا سلوى، ايه رايك بالنسبه للعجله دي؟ حلوه لحفيدي ولا اجيب له سكوتر احسن؟ لا مفيش. مفيش ايه؟ بس متلخبط كده ليه انتوا؟ في حاجه؟ لا عادي يعني، هو اصلا مفيش منصور الصغير ومرات ابنك بتضحك عليك. بس الكلام اللي انت بتقوليه ده يا سلوى، انت متاكده من اللي انت بتقوليه ده؟ طب اسمع كلامي، لو كانت حامل بصحيح هنعرف دلوقتي اذا كان ولد ولا بنت. يعني ايه؟ يعني مفيش منصور الصغير؟ مفيش حفيدي؟ الله اعلم يا بابا. شفت بقى يا حاج، كنت دايما تقولي انت ظلماها جايه عليها، ادي بقى اللي كنت بتحاملها. اكيد في حاجه غلط. عموما هي زمانها جايه، لازم اعرف منها الحقيقه، لازم افهم كل حاجه.